أعلن وزير النقل هشام عرفات بدأ التشغيل التجريبي للجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو الممتدة من هارون وحتى نادي الشمس بمصر الجديدة. وشهد عرفات بدء اختبارات التشغيل، واستقل وزير النقل رحلة قطار مترو بعد وصوله إلى محطة الأهرام بمصر الجديدة متجها إلى عدد من محطات المرحلة الرابعة والتي يجري بها التشغيل التجريبي. بحضور عدد من قيادات هيئة مترو الأنفاق، شهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل بدء التشغيل التجريبي للجزء النفقي الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث لمترو الأنفاق والممتد من محطة هارون وحتى محطة نادي الشمس بمصر الجديدة. تيجي تعمل طريق أي حد بيمشي عليه وبيختبره يعني. إنما بالنسبة للأنفاق والموضوع بيختلف تماما، إن ده متروهات بترتبط بسيمافورات بسيجنالينج بفيدرز يعني تغذية كهربية باتصالات معينة، ففي شوية حاجات كده فنية احنا جربناها الحمد لله كلها زي الفل. خلال الجولة قام الوزير بتفقد غرفة التحكم بالمترو، كما قام بجولة داخل محطة هارون وهي احدى المحطات الجديدة للاطمئنان على اجراءات السلامة. احنا النهاردة في المنطقة الاولى اللي هي 4A، دي موجودة فيها اربع محطات ان شاء الله، في ثلاث محطات جاهزين للتشغيل اللي هي محطه هارون، محطه الف مسكن، ومحطه النزهه. احنا في المرحله الاولانيه زي ما انتم حضرتوا معانا النهارده، جربنا نمشي القطر بسرعه بطيئه، وجربنا الاشارات والتحكم في القطر هيبقى عامل ازاي، وبعدين بعد كده هنبدا نزود السرعه دي ونتاكد ان الاشارات وان احنا متحكمين في تحكم كامل وعن طريق مركز تحكم متعلم. التشغيل التجريبي للمحطات الاربع سيستمر لمده شهرين على ان يتم افتتاح هذا المشروع رسميا امام الركاب نهايه ديسمبر المقبل ليخدم اكثر من 3 ملايين مواطن. التشغيل التجريبي لهذه المرحله من مترو الانفاق يعد خطوه هامه على طريق العمل والانجاز، نظرا لما يلعبه مترو الانفاق من مواجهه للتكدس المروري وإنجاز مصالح المواطنين. محمد جمال.